طاب يومكم أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم في صحافتنا ليوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول لعام 2024، وسنأخذكم في جولة سريعة مع الصحف المحلية والعربية العالمية. البداية من الصباح وفي زاوية علوم، في كولونيا الألمانية المشي على القمر ممكن، بات في الإمكان تجربة شعور المشي على سطح القمر قرب مدينة كولونيا الألمانية، حيث ستتيح منشئة فريدة من نوعها في العالم تحمل اسم لونا تدريب رواد الفضاء الأوروبيين، واختبار معدات ستحمل يوما ما إلى القمر. من الخارج يبدو الموقع مجرد حظيرة بيضاء اللون لا فتحة فيها في إحدى زوايا مركز الفضاء الألماني، ولكن في هذه المنشأة التي يبلغ ارتفاعها 9 أمتار وطليت جدرانها وسقفها بالأسود الخالص الشبيه بسواد الفضاء، أقيمت نسخة طبق الأصل من سطح القمر. ونقرأ في نفس الصفحة، أوبينال تخطط لزيادة سعر اشتراك شات جي بي تي. تخطط أوبينال لمضاعفة سعر اشتراك شات جي بي تي بأكثر من الضعف على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقع زيادات كبيرة في الإيرادات، وفقا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. وتظهر الوثائق أن إيرادات الشركة تضاعفت 3 مرات سنوياً إلى 300 مليون دولار في شهر آب، وقفز عدد المستخدمين الشهري من نحو 100 مليون في شهر مارس إلى نحو 350 مليوناً في شهر حزيران. ويقود روبرت الدردشة بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي هذا النمو، وخاصة نسخته المجانية التي لا تتطلب التسجيل. وتتوقع أوبينال أن يحقق شات جي بي تي ما يصل إلى 2,700,000,000 دولار هذا العام، ارتفاعا من 700,000,000 دولار في العام الماضي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وإلى رياضة الصباح، ونطالع هذا العنوان اليوم، تحد آسيوي صعب للشرطة أمام الهلال. يخوض فريق الشرطة لكرة القدم اليوم الثلاثاء مواجهته المرتقبة أمام نظيره الهلال السعودي عند الساعة 9 مساء في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياضة، لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة. وسيرتدي القيثارة الزي الأخضر الكامل، بينما سيكون اللون الرصاصي من نصيب حارس المرمى. يدخل القيثار هذا اللقاء وفي جعبته 1 نقطة من تعادل مع النصر، بينما يحتل فريق الزعيم الأزرق صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز حققه على الريان القطري ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وسيواجه بطل المملكة بروح التحدي والمثابرة. وإلى الزوراء، ونقرأ في صفحتها الأولى، اليوم انتهاء التقديم إلى القبول المركزي في الجامعات. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد انتهاء التقديم إلى القبول المركزي. ذكر بيان للوزارة تلقته الزوراء أنه تأكيدا على توقيتات وإجراءات القبول المركزي في الجامعات للسنة الدراسية
2024-2025 تقرر تحديد مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من تشرين الأول 2024 موعداً لانتهاء مدة التقديم إلى قنوات القبول المركزي والقبول المباشر الطلب النخبة. دعت الوزارة وفقاً للبيان الطلبة إلى استثمار الوقت واستكمال التقديم على وفق الضوابط المحددة في دليل الطالب. وإلى رياضة الزوراء، الإصابة تغيب بطرس وإقبال والسعد. كاساس يعلن قائمة الوطني لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال. أعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس قائمة اللاعبين المستدعات لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. وتألفت القائمة من 26 لاعباً. على صعيد متصل أوضح كاساس إن عدم الجاهزية نتيجة الإصابة كانت سبباً في عدم استدعاء الثلاثي بطرس إقبال والسعد، على أمل أن تكون فترة التوقف الدولي كفيلة في استرجاع الجاهزية والعودة إلى التدريبات مع أنديتهم في الاستحقاقات المقبلة. وسمى الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً إماراتياً لمواجهة منتخبنا الوطني وفلسطين ضمن مباريات الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 التي يحتضنها ملعب البصرة في العاشر من الشهر الحالي في الساحة 9 ليلاً. وإلى أخيرة الزوراء وزاوية عين على العالم، إنجاز هو الأول من نوعه في العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول. تمكنت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول من الشفاء بفضل علاج جديد يعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها. نجح العلاج الرائد في تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جذعية مخصصة تم استخدامها بعد ذلك لزراعة مجموعات من الجزيرات، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الجسم. وأفاد الباحثون أن عملية زرع خلايا جزيرات في الكبد كانت أكثر صعوبة في المراقبة من خلال طرق غير جراحية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يجعل من الصعب إزالة هذه المجموعات الخلوية في أسوأ الحالات، حيث يرفض الجهاز المناعي للمريض عملية الزرع ويهاجمها. ونقرأ في نفس الزاوية: سافر عبر الزمن، خدمة جديدة من جوجل. أضافت شركة جوجل مؤخراً ميزات جديدة ومثيرة إلى خدمة خرائطها، مما يتيح للمستخدمين العودة بالزمن واستكشاف كيفية ظهور الأماكن في الماضي بفضل ميزة السفر عبر الزمن. أضافت جوجل القدرة على البحث عن صور من الماضي وتوسيع خدمة ستريت فيو لتشمل ما يقرب من 80 دولة. وكشفت جوجل مؤخراً عن مجموعة من التحديثات على خرائطها مابس، إحدى خدمات الملاحة الأكثر شهرة في العالم. وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن خدمة الخرائط ستحصل على ميزة جديدة تتيح لك السفر عبر الزمن
ومعرفة كيف كان يبدو المكان قبل عقود من الزمن. ووفقا لجوجل، فإن بعض الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تعود إلى ما يصل إلى 80 عاما. على سبيل المثال، في برلين ولندن وباريس وورسو يمكن أن تعود الصور التاريخية إلى 30ات القرن العشرين. انتقالتنا إلى الصحف العربية وإلى رياضة الري. ريال مدريد يفتقد كوروتو. يفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات حارسه البلجيكي تيبو كوروتو لبضعة أسابيع نتيجة إصابة في الورك تعرض لها الأحد في الدور المحلي لكرة القدم أمام الجار أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما، وفق ما أعلن النادي الملكي. وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن عودة كوروتو ستكون في منتصف أكتوبر بعد نافذة المباريات الدولية، ما يعني غيابه عن مباراتي الليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وفياريال نهاية الأسبوع الجاري في الدوري المحلي. وإلى صحيفة الأهرام، منخفضة التكلفة، أبل تطور شاشة ذكية جديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. طورت شركة أبل شاشة ذكية جديدة موجهة للمنازل، وفق لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير حديث. وبحسب تقرير الوكالة، فإنه من المتوقع إطلاق هذا المنتج الجديد في أقرب وقت من عام 2025 المقبل. وستكون هذه الشاشة الذكية منخفضة التكلفة، وستحمل الاسم الرمزي J490، وستكون مخصصة لإجراء مكالمات فيس تايم والتحكم في الأجهزة المنزلية. وستحتوي هذه الشاشة على تقنيات الذكاء الصناعي من أبل، وستعمل بنظام تشغيل جديد يسمى HomeOS، وهو إصدار مشتق من نظام TVOS الحالي، وفقا للمصادر المطلعة التي تحدثت إلى بلومبرغ. ومن الشرق الأوسط في زاوية صحة، جهاز جديد لتقييم مخاطر السكتة الدماغية. طور باحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية جهازا جديدا يعتمد على تقنية الليزر، يمكنه قياس تدفق الدم وحجمه في الدماغ بشكل غير جراحي، مما يساعد في تقييم مخاطر السكتة الدماغية. وأوضح الباحثون أن هذا الجهاز يعد أول وسيلة محمولة وميسورة التكلفة تتيح للأطباء التمييز بين حالات المرضى ذوي المخاطر العالية والمنخفضة للسكتة الدماغية استناداً إلى ظروفهم الفسيولوجية، بحسب النتائج المنشورة الاثنين في دورية باميديكال أوبتكس أكسبرس. أخيرا مشاهدين الأكارم، من الصحف العالمية الأندمنتد في زاوية صحة، الحجر خلال جائحة كورونا أضر بعيون الأطفال. أشار دراسة عالمية إلى أن الحجر خلال جائحة كورونا
كانت له آثار سلبية على سلامة نظر الأطفال، إذ يعاني ثلثهم الآن من قصر النظر. وخلال الفترة بين عامي 1990 و2023 ارتفع معدل قصر النظر 3 مرات وسجل قفزة ملحوظة بعد الجائحة. وفي المملكة المتحدة تقدر نسبة الأطفال المصابين بقصر النظر بنحو 15%، وتبقى منخفضة نسبياً مقارنة مع اليابان، حيث وصلت النسبة إلى 85%. وذكرت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون أن هناك مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لفترات الحجر الطويلة على صحة العين، وخاصة قصر النظر. وأضافت يعزى ذلك إلى قلة الأنشطة الخارجية وزيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات خلال فترات الحجر الطويلة. مشاهدين الأكارم، في ختام هذه الجولة شكرا لإصغائكم وطيب متابعتكم، ونلقاكم بأمان ومحبة دائما. إلى اللقاء. بفقرة صحافتنا لهذا اليوم انتهى مشوارنا من صباح الخير يا عراق. شكرا لكل من ساهم بإتمام هذه الحلقة، شكرا لكل من تابعنا، نلتقيكم غدا في صباحات أخرى. شكرا لحسن الرفقة دائما وأبدا مع الزميلة الرائعة زينب صباح. شكرا لك. شكرا لك يا أبادر، نتمنى لكم نهار سعيد، مع السلامة.